بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت أي تاريخ وتل وطنك بشي أفراد لبكون يا فريلا تنكا وحينو يميت سكول ها وحينو صابقتي قدومي هي قبل كا أحمد يقدومي يكوين كحفيز كتحامات كحسن قليلة يأجاسمي هي وحبرشة توسكا سعاد محمد عبدي وحينو قم هذا علينا وقت جودة نسيين أن إلى هاي وحينو قم هذا نمر هذا نقول تحنكي كتشنا ضيارين ويماتين أن وين أجن هاي وين قصيلي بس كنا بقول كي بس سقاشن يشوا وين كبجبيني أنت هذا أنا إن شاء الله ما أنت تحكي نور دم هذا أيه وين كبجبينينا إنه جهرين وضع هذا الله وحن كوضع هذا الله سكول هان إن أينه كنت قديش سكاد إجنا سيدي أردي إني هرب هل كأي قارسين سكول كنا ملك وين أحسن إنه قارسينه and وحي دليل اعتمادين إنه جهوشين دم يسمنه وحن رجين إن شاء الله اتحامات كصوص عضنا إنه كقولي سنة سيدي كوي هرب كله وحن لين هاي قدومي يا عشاء يا قاسمها وحن لين هاي يميري يا وسادة حبر الشتبة أريد بني ذيك وحن لين هدون هاي دكسي سري محمد موجي أريد بوا مع سنتين وحنا نعطسنا إن أنت هاي إنك بضم بين لوي ما دو إن أنت هاي سوق سود وانو أريد بوا مع سنتين جزاك الله خير بان لين هاي إن قلنا وين دعينا إن شاء الله امتحان كاني وامتحان تجابة ما دام هذا حيدين أرضي دي وقتي كورونا يا أن كان شو هرين امتحان كي إيه كي إنا جلان اللو قيميو شو ما هي كاني ونوع من التوابر والتجابه وإنا وحسي التوابرتان سيد امتحان كي أقول دومتان حد الله يلاحظه بلا هي نوصل صعدة وآه امتحان كي قدام يفهم فرق واي امتحان قال كوي الله سيلبس كي مين عندهم مين صوما محاكو هذا من هالشي مين عندهم يسند أنت الآن من هالشي كجارين أيضا جارين السؤال هالك كوش يلا ولي أيضا دجانين يجا وقت كذا فيسا وعم شو لازم لها أنت عند جتين أيوم بس كتشوا فيسا وشيء تدي سو مهم سنة وحوين وضع هذا أي وحبات كان تي مكان أبو دوغناي وحن ملها والنوع من التببر ومحي يا والترين والولد كل ترين كرينا يا سما تكلم حد ليش يجينا سنة دي هو امتحان ولا كل يجي ترى سما سنة كم حل السمية فر امتحان أكتر أفر تين الساق فر ده وإشتراف فر ده امتحان كل الله قيمنا يا بدنا نبدل شقمة أدي بيتقولي هستا أدي بيتقولي هستا أدي بيتقولي هستا هدوك ولا ده هكا and صح يا قلت يا محمد لمبر تريغا تيك سو غرمي واد نيكا واد قربت مركا واي اسكو ورقد بمتي ما فهمتين وحا وحا لو سمينا يا ديري ولا حجل الله يدك قب وكل قعل الله يدك قب وحي وساردو هادينيسا وانو بادي غوبينا ان كستوني بدل هلاي ارتيي عالم كلا ترتميلا اي وساردو اي سين لهاي سكولرشيب أي كده ذالي لحيد أرطياتي أرطيجي ودا كان وحصو بران لها إيه بريتون إنتو يما دل أوران لها هبل وحصو برتة وحاي وحا هبلا وحصو برتة وحاي وحا دل كان وحق بران لها بحر من عينو كسو بحوار دي لحيد ما تفهمتي حتى ما أرطيجي سر الله هلو لأيدين ما ندي بيو لأيدين كمانا كريدة يمتحانك وحار من عوحي لأيدين دي آد برتين إن أركي شو أبتن هذا الكبدين مايو قول بني ديره تشيلنا وح مشاكل ما لها والتببر أمم دبنا ليس كأيو نوكن دنا ما عملوه هذا لك نقول سردة أنا نقول سردة نقول بنا إن شاء الله امتحان كون وين كل مدونا هذا لك نقول هو وين إن شاء الله سيف عم نسوق برضو دنا قول بني ديره تشيلنا سيدا هرب الله شيء وحنا قوة صغرنا وسردة وحبر شذا حرون تيدي لحه xaruntii gobolka iyo xafiiska imtixaanaadka qaranka oo gudoomiye ku xigeenka xafiiska imtixaanaadka Xasan Qalin nagala socdo ujeedadu waxa weeyaan in horta la idin soo kormeero hore waxaan u ciilaaminay wasaaradda u ciilaamisay in saddex imtixaan oo kala dambeeyo rehearsal la idin ka qaado mid wal gashan soo ma hore wal gashan kana wakiil labaad mid saddexaad marka idin haareeyo bisha may hadii ilaahay dhaado qorshihiisu yahay in la galo hadii marka ay arreen kari kulan ku dhamaanayo oo si fiican hawshu noogu socoto hadii kan la diwaal isku noqon review ba la sameyn doonaa hadii ilaahay dhaado ujeedada imtixaanka sida gudoomiyuhu horeba u sheegay loo qaaday waxa weeyaan maadaama tiin ardayda xilliga COVID-19 ka la qiimeeyay in imtixaan laga qaaday
oo aan soo arag imtixaan shahaadiga national inay muxuu hayay inteeda imtixaanka weyn ee shahaadiga xafiiska imtixaanaadku uu qaadayo bisha June haduu ilaahay bartankeeda inta ka horeysa imtixaan leena ka qaado imtixaanka laftirkiisa xafiiska imtixaanaadku ma diyaariyay ayaan oo soo u soo gudbiyay gudoomiyasha gobollada marka saas iskuulka ku soo gaartay haduu ilaahay raado marka in la istijaabiseen oo bal aad eegtaan halka aad maraysaan waxaan filayaa oo rajaynayaa markii imtixaankii hore la idinka qaaday in laydigu soo celiyo jawaabihii iyo waraaqihii imtixaankii hore dabadeedna arday waliba uu isqiimeeyey uu isarkay jabtarkeeba ku adag maadadeeba ku adag muxuu halkeeba casharkeeba ugu adage uu inta aan imtixaanka la gelin ay tahay inuu ku noqdo oo maadaama macalimiintii iyo maamulkii weli fursad u haysto uu iraahdaa macalin aniga jabtarkaasi wuu ugu adag yahay marka inuu lagu celiyaan u baahannahay iminkana sidaas leeg baan inshaa allah rajeynaya haduu ilaahay dhahdo sidaa uu aaryogu idin sheegayo laydimana caqaabay laydimana cadaabaya waxa weeyaan in laydin tababaro oo laydin ka dhiga rag adag iyo gabdho adag oo hadhow imtixaanka shahaadiga ah qish iyo eegasho iyo telefoon lasoo qaato iyo arday kalsooni aan haysanin uu iska imaado guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadku kaa inala jooga dhibaatada ugu badan ee xafiiska haysata hehar iyo habeen waad maqashaan midiya way ka hadlaan waxa weeyaan qish weeyaan qishkiisi aada uga maaranto ardayow waa in lagu tababaro oo bal sida imtixaanku ku imanaya aad sii aragtid dabeedna iminka wixii hadhow tali kugu adkaan doonaa aada iminkaba koo macalimiintaadii iyo maamulkaagii aad tiraahdo nijabtakaama baanu fahminba waxba waan ka shaqayn kara weyne haddaana lagu celiyo gelinka dabaha laydinku celiyo habeenkii haddaa jaanisanaha laydinku celiyo marka intaasunbay ujeedada ku dulmeeraysaa kolley aada iyo aad ba runtii idinku mahadnaqaynaa waxaanu ku rajo weynahay inaad tihiin arday fiican oo dadaalaysa oo mustaqbalkoodu ifayo oo madaxdii beritoole iyo kuwa maantaba noqon kara haduu ilahay dhaado ilahay imtixaanka haydin fudaydiyo waxaan rajeynaa inaad eblas ku wada baasi doontaan imtixaanka shahaadiga ah guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadku u ogaya imtixaankii sanadkan wax badan baa laga bedeli doonaa guddoomiyuhu kaa idin sheegay in ardayda afarta qof isag fadhiya ay kala imtixaan noqon doonaan waa si qish looga cararo oo arday eblas riyal haystaa uu soo baxo arday blas eegasho ah ay meesha ka baxda haduu ilahay dhaado wayna ka baxaysa sanadkan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa guuleysta insha allah magacaygu waa roodo faysal maxamed ka tirsan dugsiga sare ee maxamed mooge galas four ee waxaan idin weydiinayaa maalmihii aan foorka soo galnay waxaa naloo sheegay in imtixaanka lagu gelayo jaamacadaha warar kalena meelahaas baan ka maqlayna maanta waxaan fursada uga faa'iidaysanay maadaama wasaaradda waxbarashada nala joogto ma jaamacadaha lagu gelayaa mase sidii hore dugsiyada lagu gelayaa talagalkayagu wuxuu ahaa in jaamacadaha lagu qaado laakiin waxa weeyaan jaamacadihii way ka bateen ardayda form four-kii 8,000 iyo 200 bay noqdeen marka jaamacadihii unbaa santarada sekondariye unbaa santaradii ku qaaday weeyaan jaamacada way naala shaqaynayaan laakiinse haddii goobahoodii qaadi waayeen goobihii kale wax lagu qaadayey ayay nagula howlgelayaan hawsha kama shaqada jaamacadihi way ku jiraan iyagaa wada oo nala wada laakiin santaradii jaamacadaha waa ka badateen si awgeed iskuullada ayaa laydinkaga qaadaya bismillaah magacaygu waa naciimo khadar xasan sida ardaydii naga horeysay fonfoorada waxaan loo sheegaa imtixaanka in lasoo dhejiyo percentageka intuu four ka noqona intuu treega ka noqona intuu two ka noqonayo marka waxaan u baahannahay imtixaanka xo nogama harin bil saanu xooga usii saarna galaaska ku badan inaad noo sheegtaan percentageka uu ku noqonayo foorku amba treegu two-gu ayaan u baahan su-aasha jawaabteedu waxay tahay fasalba fasalkuu ka dambeeyey ayuu kaga badan yahay imtixaanka xusuustiinu keebay ku badan tahay kee ku xiga sidaasuu jaranjaradiisu u taallaa haye kaa hooseeyaa ugu yar ka kalaa ku xiga waxa ugu badan ka foonfoorka ugu badan laakiin waa maxay sidee wax loo akhriyaya sidee wax loo akhriya ma dushaa laga xafidaya maxaa la samaynayaa waxaa la fahmayaa mawduuca aada akhriyayso waa inaad fahamtaa waxba xafidi maysid mar haddaan xadiis iyo aayad qur-aana ayna ahayn waxa weeyaan xataa foobilooyinka lama dhiga adduunka imika xisaabaadka nafta ardayg unbaa la dhiraandhiriya waa loo soo sallaxa una isagaa dhiraandhiriya marka waxa weeyaan waxaa la fahmayaa mawaadiicda ku taala meesha
waxay ka hadlayaan ayuun baad fahmaysaa su'aasha laga weydiiyey haddaad mawduuci fahamto waad cigaal shiilaad markaad maqasho maxaad xasuusanaysaa ya waxyaabaa kugu soo dhacaya soo maha ya concept-ka weeye saa weeye marka idinkoon waxba isu wareerin dawakin jadwalka samaysta akhriskiina marka finalka la gaadho maalmaha imtixaanka la qaaday waa la iska seexdaaba baaba la iska seexdaaba aba laisma wareeriyo laakiin imakaa la sii cibaadada ka waran markaad sagaashan gaadhoon haddaad konton salaadood tukato ya waa inaad salaadaha sii wato aad qabatintaa waynaad qabatintaa bastweyta wax ka barulmo kaa hor imanayaa wuu yaraanayaa adduunyadu mushkilad bay u abuuran tahay maalin kasta waxay u abuuran tahay inaad wax xalinayso oo wax kugu adag yihiin haddii kale adduunyaba noqon mayso marka waa maxay sii kala gura sii kala gura ana magacaygeyna macalin cabdillaahi keeli su-aal bay weydiinaya wasaaradda waxay weydiinayaa hordi horan wareysto foorka anigu hore u xidhaadee itixaamada waxaa ku badan fontriig iyo fontuga iyagoo dhahaya farka u badan marka taa maxay keenayaa qiila waqaala maxaa la yidhi maxaa la lahaa suuqii maanta maxaa la lahaa su-aal maaha ardaygu yacni isagu mahadsan yahay xog uu buy noo sheegay loo soo gudbiyey laakiin waa khalkhalin waxaas adeer khalkhalin weeye waad og tahay form oneka iyo form twoga inaanu imtixaan ku badnaanayn ya ha wuxuu u badan midba midkuu ka dambeeya ayuu ka badan yahay form foorka ugu badan waxaa laydin weydiiyo ka triga ku-xiga ka kalaa ku-xiga kalaa ku-xiga wixii la lahaa ka baxa taa adeer qaata taa qaata assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa muscab cabdirashiid kana socday iskuulka maxamed mowge waxaan weydiinaya wasaaradda hal su-aal oo ku saabsan tijaabada inay naga qaadayaan haddii yidhaahdeen waa tijaabo itixaan walba tijaabo wuxuu ku fiican yahay itixaan aan hore loo arag maxay sababta keentay itixaan meelaha iska yalyaala la wada arkay waxay noogu qaaday oo itixaan tijaabo noogu cusub noogu qaadi weyday bismillah waa su-aal wanaagsan wuxuu hi imtixaankan tijaabada meelo badan baa lagu daabacay hadii la kuriyo daabacada badan buu galay iskuullo badan baa loo qaybiyey imtixaanay dugsiyadu kale horqaadeen haday doonaan marka mar haddii la arkay muxuu faa'iido leeyahay kutubaha cilmiga waad aragteen kutubihii hore asxaabtu dhiganaysay unbaa kuwana makitaab cusub bay inoo yimaada ya wixii hore ee jiray ayuunba meesha unbaa imanaya laakiin waa maxay maka shaqaysa aduu haddaad ka shaqaysay ho mareega marka lagu siiyo soo imtixaan gurigaaga la tag lagumale ka soo shaqay laguma yidhaahdo ya muxuu faa'iido leeyay macalinka ku siiyo gurigii iyo suuqii baad la gashay muxuu faa'iido leeyahay kaasi wuxuu faa'iido leeyahay waxaan ku qoran imtixaankan ayaad fahantood ka shaqaysay waxaa loo jeedaa maaha imtixaan haddii eebba xugmo kaa finalka unbaa markaa u horeysa ee lagu keeno adarkasa laakiin kuwan tijaabada waa layliyo wax mushkilada ma leh layliyada ku yaala inaad ka shaqaysood la qabsato markaa qoraalka noocana ku imanaya sidiisa uga shaqayso ayaa adeer faa'iidadii waxa weeyaan waa taa weeyaan adduunyada imika imtixaanada jaamacadaha iyo ardayda foonfoorada iyo waa la siiyaa wax la wax ayaa ka soo shaqeeya iyagaa soo shaqeeya dabeeta waa la eegaa waxay soo qoreen baa la eegaa hadday meele ka soo naqileen kombyuutarka ka hubiya marka waxa weeyaan waa isku mid kan la arkay iyo kan la arag xagga faa'iidada ardayga waa iskaga mid wey bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan cabdillahi maxamed ka socda iskuulka maxamed mowge fasalka four su-aashan wasaaraddu weydiinay waxa weeye saddex imtixaan baad naga qaadaysaan kii koowaad wuxuu ahaa 2023kii kii labaad imika naga qaadsa waa 17kii kalena ma ogin ma laga yaaba saddexdaa imtixaanteeda isku soo celiyeen imtixaankana laga qaadaya u noqdo mise sidii horun baad u qaadaysaan oo kani waa testi ahaan oo wax ka imanaya ma jiro bismillah arrin wanaagsan weeye imtixaano kala duwan oo sannadii kala duwanaa qaadeen iyo tijaabo nooga qaadeen baa tiraahdeen ma laga yaabaa kaasi inuu intaa iskugu jiro faata maa faata qalinkii wuxuu yidhi
امتحانك ولا سمي يقول رير وسمي سيني هيبة أو ما أنت واحد كان إيراق ساسون نقلية ساسون نقلية ميل ميسكوي يلا ميسكوي يلا هو سمي سيني هاي وحوك كومن يهينا وحوك كومن يهوا فصل كافراد أو بادية بادية كلا برمك الله قيبيو قيبا فصل كافراد صدح فصلك لنا أنت كلاي قيب سمايا. بسم الله الرحمن الرحيم معي عبد الله عبد الرحمن محمد وحن كتر سنة هاي دوسي كسراء محمد موجل يبان ما توحنا صوب وخذي حبنا كتر سنة وسال دوح برشاد قرن كتشمريد السومال لان إن أدب نقوم هاد علينا أدب ونو سلام يا إن وحن دون إن السؤال وديو إن ما دامو أن كم إذا هاي عدد السنة كان كجد بيسافصل كأفراد دوسي كسراء هدي لهاي إدمو سيدان ودوكسون هاي أنو واحد هاي أرضي كورونا هكسو جدبتي واحد امتحان شهادية ما ننقلين إن هدول نقطة ندعم كلوجريو هدول نقطة استراتش كلوجر شقينيو هدول نقطة ده بقولنا يسامر حالة وقف كدرم يوم بدك امتحان كجري ين ندعم يدي صارن إن يدو أي تاسي شرتو إن إلا مركي أنو فصل كان أفراد صار قالني إن وحنو دجاهي كسو دوليني وأنو مقليني إن يشران إن نظام كي هراء إتحان كلاوقة تشري وحلقة بدلا يو وهاي إسكولة دا إن لوجوجل تشري الله قد يجي إن شام عدا هالجوجل يدو أي شتاي نانو نهاية أرضي كورونا ها وعن أقوم جود يو ويا رقنيمو يحرف إمتحان شهاد يو دولة لا ده هاي عن منا كنس جودة في عن كهيسن إمتحان كم سيدي سهرة نظام كي سهرة لوقة تشري من بالوقة يا مسوح إسبدلا بالوسمية أما شام عاها نقطة أما دين حكرا نقطة سأشن سدن دنيا ودي أدب ما تنتهي. بسم الله الرحمن الرحيم معي أبو خالد أحمد عبد الله أحنا كسعادة تكسر محمد موجي أرتلا ما تذكر سبحانه وتعالى أدب ما تسيهين قرضة سارت وحبر شدو روتي ده كان سبحان هلاي سؤالا أدب كويتين أي أن شعلة هنا أرتد بدن عين إلى قوان سؤال سوحويا نرتو حيابا قشك اللو قد بيوح كميدا وراق ديو كلا موبيل كيو كلا كميدا لكن كوكولاتر كيو اللو قد داري وحيابا هلقى توتيي اتحانات ايان ويديني ما دامو كمبيوتر كو هاي وح كوكولاتر كو آنو هاي وح لقو قشو اما قش لقو قاد كرانو هاي حسابتنا ايتهاي لابا بيبرو كلا ومارك غار داود بانتين كوكولاتر كيش قشو مارك هاواي محاي تهاي صوبتي كوكولاتر كو لقو توتيي اتحانات فالخان كالكولاتر كو أحبوا يضيفوا ذي يسوم يسود فشلوا كلا قريبين تا أحبوا يضيفوا ذي يا أحويه إبك هل كانوا يسود فشلا أو ينوس ينوسوسي لبعض شنطن قامض بينوسوسي أو كمبيوتر لكن سيدابا نو فايدة سنكرة هذي مكان يسود فشلا بحناي سيدات سيد لقول فتانو بحناي سيداتو بيس 5 سال شناد انتو كسرية صدح سيدي دي كلا سال شناد انتو كسرية وحوية صدح سيدي لغو لفتاي اقوى كان حبدي لابن ايبا وطبن لحنا باي لابن 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 كل فو نحن نغن ايا افري لحنا اقوى كان سقال سقال كل فو وحوك سرين ايهون أفر بوك سرين ايه هل كل فو هل سيديد كنوكا كان كوانا يو حان قابل سن هديب إلا إيسان كان لبرو سيدي فريسو شقين ايهان هديل لبرو لكن واحد شراء حساب تمركا لديتشو هدي نوع وباهدا اي نغوتو كالكوليتر كالكوليتر دو كالدوين بدبا سينتي في كالكوليتر كالكوليتر وحصول فكرين يو حليل ايام مدبعاتي او امتحان كي سيدي سوغو شقين ايام مدبعات وهاقاك كاها طبع ديان طبان ارداء سوق عطي فصل كي طبان ارداء كارين اي سنتي في كالكوليتر كسو يبسن كران واي لبا تنباكري واي امتحان كي بقى لقراي اساقي بقى لحليل اي كوي هانتي كوي سو يبسن كري كوي ان يبسن كرين يا لحليل اي إنه امتحان كده قالك وحنا هذا ما إنه قالك وحنا هذا ما ما حد يفك عضلة إذا كوا الحرق قبلها قاربة وتذهب صوح إلى الله شو بتذهب صوح إلى الله شو يحليه مركا سان
أرضك وأرضك أنا أقوم مرتين بالوار واحد قومي ذا الله حدو therefore وحويان امتحانك حال كيس نو وحويان أرضي ذو إني أود قومي ذا إحنا إلى هاي سيا مسيح هذا كل شيء يدو أقار حقي بلا آذن كائن عدارة لصيمه أو حان لو ذهلي كرين لجو ذا تعيا أرضي ذا وأسباب تاسع شرطة أسباب تاسع شرطة هذا عدارة للناس.